لكننا سنأتي إلى شعره الذي قاله يوم أحد بعد أن أصبحت الغلبة لكفار قريش، مع استصحاب أمر عظيم، وهو أن عبد الله بن الزبير ختم الله له بخير، فإنه في عام الفتح فر هاربا إلى نجران، ثم لم يلبث أن عاد تائبا وأعلن إسلامه وأسلم، وبقي على إسلامه حتى توفاه الله جل وعلا على ذلك، ومات كما قالت بعض المصادر التاريخية في خلافة أمير المؤمنين عمر. وقلنا إنه ولد قبل عام الفتح بعشر سنين، أي أنه كان من المعمرين، وهو أحد أشهر شعراء قريش، وإن كان في قريش الشعر قليل، لكنه كان شاعرا مجيدا. هنا نأتي للأبيات قالها بعد أحد، وهي عنوان لقائنا اليوم حتى تفقه معنى قول الله: بل هم قوم خصمون. قال: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، فقتلنا النصف من سادتهم، وعدلنا ميل بدر فاعتدل. هذه أربعة أبيات من قصيدة لامية طويلة قالها عبد الله بن الزبير. الآن نأتي لشرح الأبيات. قال: يا غراب البين أسمعت فقل. الغراب في شريعتنا من الفواسق التي يقتلن في الحل والحرم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والعرب تتشاءم بالغراب، خاصة ما يعرف عندهم بغراب البين، ويقصدون بغراب البين أن العرب أحيانا تخرج تنتجع للكلاء والماء والرعي، فتترك بيوتها قليلا دهرا، فيأتي الغراب إذا خلت الديار من أهلها فيبيت فيها ويسكنها، كأنه مؤذن أن أهلها لن يعودوا إليها. فهذا هو الغراب، هذا هو غراب البين عند العرب. فهذا الشاعر يخاطب الناس من بيئتهم: يا غراب البين أسمعت فقل، يعني ما تقوله اليوم حق. ولذلك قال بعدها: إنما تنطق شيئا قد فعل، ويريد أن ينعى على المسلمين ما أصابهم، وأن يعيرهم بما أنهم فارقوا صناديدهم الذين قتلوا في أحد. وقلنا إن الغراب من الفواسق، قد جاء ذكره في القرآن في خبر نبأ قابيل وهابيل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى أن قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فذكره الله عز وجل في خبر ابني آدم. هنا يقول ابن الزبير: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل. ثم قال: كل خير ونعيم زائر، وبنات الدهر يلعبن بكل. بنات الدهر المصائب، يلعبن بكل، لا يسلم من المصائب أحد، فكل أحد عرضة لأن تناله المصائب، إن كان برا أو إن كان فاجرا، إن كان مؤمنا أو إن كان كافرا، فهذا لا فرق فيه. وبنات الدهر يلعبن بكل، يعني بالأمس أنتم انتصرتم في بدر وأصابنا ما أصابنا، واليوم نحن انتصرنا في أحد وأصابكم ما أصابكم. كل خير ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل، يعني بكل أحد. حذف المضاف لدلالة المضاف إليه لدلالة المعنى عليه. وقد جاءت مفردة بنات الدهر في شعر المتنبي بمعنى المصائب. قال المتنبي في قصيدته التي يصف فيها الحمى: وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام، فرشت لها المشارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها فتورثه بأنواع السقام، إلى أن قال: أبنت الدهر عندي كل أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف فررت أنت من الزحام. يقول أن المصائب كلها عندي، فكيف استطعت أن تصلي إلي وأنت مصيبة وسط المصائب كلها. هذا الذي أراد المتنبي أن يقوله. هنا قال ابن الزبير: وبنات الدهر يلعبن بكل. ثم قال: إن للخير وللشر مدى، وهذا حق، كل شيء له نهاية. الله عز وجل يقول: لكل نبأ مستقر، ولا بد لأي شيء أن يقف عند حده، لا يوجد شيء لا يزول، لا يوجد شيء لا يتغير، لا يوجد شيء يثبت. وجه الله عز وجل الأكرم هو الذي لا يحول ولا يزول ولا يتغير.
وليس شيء أعظم من وجه الله. لكن المراد هنا ما يقع في الدنيا وما يقع في الناس وما يقع من حوادث. فالإنسان يوطن نفسه على أن الخير لا يبقى وعلى أن الشر لا يبقى. ثم ذكر راح المعركة وما وقع فيها، قال ليت أشياخي ببدر، يقصد من ماتوا وقتلوا يوم بدر ودفنوا في قليب بدر من صناديد قريش، أبو جهل أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة والشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وصناديد قريش، سماهم أشياخه، سماهم أشياخه، فهو ينتمي إليهم ويحبهم، وكانوا يوما من الدهر سادة عظماء يأخذون ويعطون. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، الأسل الرماح. وقصد الخزرج لأن أكثر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من الخزرج، وقد قتل شهداء كثيرون يوم أحد من الخزرج رضوان الله تعالى عليهم، وقد كان لهم النصيب الأوفر يوم بدر في الفتك بأعداء الله. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. ثم قال فقتلنا النصف من سادتهم، والعرب كانت منصفة، فلم يقل قتلنا جميع سادتهم، وسماهم سادة، وسماهم في أبيات أخرى أن كل فرد منهم ماجد بطل كريم. فمن العقل أن تحترم خصمك وأن تكون منصفا معه. ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. ثم قال البيت الذي ذكرناه قبل قليل يتحدث فيه عن قضية بدر، وعدلنا ميل بدر فاعتدل، أي كانت الغلبة لهم وكان الناس يعيروننا بيوم بدر، فلما كان يوم أحد اعتدلت الكفة، يوم لنا ويوم علينا، وهذا خلده القرآن. الله عز وجل يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، ويقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأبو سفيان أجاب هرقل بقوله الحرب بيننا، أي بيننا بين محمد، الحرب بيننا وبينه سجال. وهكذا سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير في خلقه. والمقصود براعة الشعر لدى عبد الله ابن الزبير.